السلام عليكم متتبعين ديالي الاعزاء، نتمنى لكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم كما كتشوفوا معايا نهار زوين معكم يا المتتبعين. والله الى هذا النهار هذا خرج لي الرجل ديالي، الله يخليه ليا تاج راسي المنور ديالي، ياك الله يحفظك. الله يخطيك عليا، خرجني هذا النهار هذا وجينا ان شاء الله نبارطاجيو معكم واحد الفيديو. صراحة الله اللي كانوا بزاف ديال التساؤلات، ودائما انا كيعجبني نجاوب على التساؤلات ديالكم الغزالة، سواء الزوينة وسواء الخايبة. والله المتتبعين الا كنحماق عليكم وكنبغيكم من القلب، اختكم تيتيش كتموت عليكم. وتحيا السلام عليكم، السلام اختي بخير، مزيانة ربي يخليك الحبيبة ديالي. لا يخطيك يا لا لا يخطيك الحبيبة، بارك الله فيك، الله يعاونك الحبيبة ديالي. الحمد لله، شكرا لك بزاف، بارك الله. والله الحمد لله، محليمة واخا مو بلاغة اختي، بارك الله فيك. كما كتشوفوا معنا كاينين معنا بزاف ديال المتتبعين في هاد البلاصه هذه اللي جيت ليها انا وراجلي. بصراحه الله يعني كان هذا كفخر ليا والله العظيم، وكنلقى يعني راحتي ملي كيعرفوني الناس وهذوك كنهضر معاهم بحال انا كنعرفهم بحال من عائلتي، اقسم بالله. والحمد لله على هي يعني هاد الحاجه اللي عطانا ربي، هاد الشهره هذه الزوينه اللي عطانا ربي مع الناس كاملين كيعرفونا وكيقدرونا وكيرحبوا بينا وكيعطيونا احسن كلام كيعطيو لي. شكون كيقال شكون بحالنا حنايا؟ والله الا اليوم بصراحه انا فرحانه ياسين، حيت جيت نجاوب على بزاف ديال التساؤلات بصراحه اللي طرحوا علينا انا وياك. طبيعه الحال تيتيش ونجاوبكم بصراحه وصدق صدق المتتبعين، وكنشكركم بزاف صراحه الناس اللي كيهمهم الامر ديالنا وديما كيسولوا علينا. الله يكثر خيركم اخوتي المغاربه كاملين، الله يجازيكم بخير. شكرا لكم بزاف اللي صراحه بزاف ديال الناس ردوا البال، لان ما كناش حاضرين في الاستقبال ديال خويا محسن وسهام. حنا اللي جينا ان شاء الله بهذا لا فيديو باش نوضحوا للمتتبعين الكرام اللي حنا بهم حنا ديما طالعين، وبهم حنا تبارك الله موجودين، وبهم حنا واصلين لهذا المستوى. كنشكركم اخوتي المغاربه كاملين اللي ديما مهزين بينا وديما مكبرين بينا. الله يكبر بكم، والله يعطي كل واحد داكشي اللي كيتمنى يا ربي. واليوم ان شاء الله يا ربي جينا نجاوبكم جميع الاسئله اللي كتسولوني انا وتيتيش. مرحبا يا المتتبعين على الراس والعين. ياك السياسي اي ودي تيتيش، وهذا النهار انا جيت انا وتيتيش لواحد البلاصه زوينه بزاف راكم عارفين، جينا نتساراو وتيتيش حتى شي حاجه ما غادي تغلي عليها لان عزيزه على قلبي وكنبغيها وكنموت عليها. الله يحفظها ليا يا ربي، والله يخليها لينا، والله يخلي لي ريان ولدي، والله يسخر لينا في العلاقه ديالنا الزوجيه، والله يكمل لينا في الحياه ديالنا يا ربي، والله يكمل كل واحد يا ربي. والله يحفظكم المتتبعين داكشي اللي كتمناو ان شاء الله يا ربي. بعدا قبل ما نبدا معكم الموضوع حربت واحد القهوه ليا غزاله، انتم ماشي قهوه ياسين حليب الشكلاط باش تعرفني سمعت كلام الحب انا ذوب انتم المتتبعين راجل شد لي قهوه وحليب وانا كنقول حليب وشكلاط. المهم ما تديش عليا راهي شويه تستحس وصافي. المهم المتتبعين شد ياسين حليب بالشكلاط صراحه واعر، واش ديا مسكين واحد اللعيبات كيحمقوني هاد لي بيتي كيك صراحه زوينين بزاف. واليوم ان شاء الله غنبداو دابا في الموضوع ديالنا اللي هو مهم مهم مهم، علاش ما مشيناش حضرنا مع خويا محسن؟ كنظنوا انه كاين شي مشكل، يعني حسيت وشميت وتنتو ماشي ريحه ديالتي حسيت المشكل. حنايا الصراحه الله مقلقين على محبوبه ومقلقين على عائله كامله، يعني سمحوا فينا ما كيعيطوا لينا ما كيديوا فينا ومخزفين علينا وكل شيء. صراحه المتتبعين واخا كنهضر غير تيقوا بيا، والله الا غير تيقوا بيا المتتبعين. راه اختكم تيتيش هاد الايام مقلقة على محبوبه، ولاني واخا كنضحك زعما يديروا كلامي صح. المهم المشاهدين ديالنا اختي سهام وصلت بخير وعلى خير، خويا محسن وشنا يعني اصلا قبل ما يتحط الفيديو حنا ديجا هضرنا معاهم، ويعني داروا لها واحد الاستقبال اللي هو زوين يعني بزاف. فرحنا انا وياسين ملي يعني شلنا داكشي تبارك الله ما شاء الله، من ضم العريسات من ضمين داكشي. تحيه يعني البنات اللي معاونينهم الجروب يعني كامل، ناقصه غير تيتيش وياسين والشماليه وسعديه شانيل هما اللي ناقصين يعني في ديك المجموعه. بصراحه الله يعني كتظنوا انا غيكون شي مشكل المتتبعين بيناتنا بصراحه، يعني والله العظيم الا هادشي هذا كيأزم في الخاطر
انه كاين شي واحد كيكتب لك كاين شي مشكل، علاش ما مشيتوش نتوما حاقودين نتوما دايرين نتوما فاعلين؟ فاحنا بالعكس حنا قلبنا بياض وما كنديو على حتى شي واحد وما كان نبوش شي واحد، قلبنا زوين الحمد لله ربي يعطينا على قد النية ديالنا، وهذه اللي كان امن بها وقسم بها كنقول يا ربي تعطيني على قد النية ديالي. وقسم بها المشاهدين الا فرحنا فرحنا واحد الفرحة، وكنسولوا على ليزار اكثر ما كنسولوا على ريان. الغالي في الامر دابا جانا شي حاجة عظيمة، انا غنمشي نشوفو ليزار الكتكوت العائلة الصغيور اللي معمر ما شفناه، وكتنتظروا ان يكون شي مشكل. حرام عليكم حرام عليكم المتتبعين، صراحة الله ما كاين حتى شي مشكل، ما كاين حتى شي حاجة يعني اللي غدر في الخاطر. ام حليمة مسكينة ديك الانسان اللي كتخلي داك الشمل مجموع، اللي كتخلي يعني العائلة متحنة بعضياتها، يعني ما كاينش الجرام جرام جرام بالمشكل ما كاينش المشاهدين. وغادي ان شاء الله نقول لكم على واحد المساله اخرى سياسيه. اييه بطبيعه الحال المتتبعين كما قالت لكم تيتياش الحمد لله بزاف ديال الناس راه ردوا البال لهذه المساله هذه، كنشكركم اخوتي كاملين اللي كتردوا لينا البال والله العظيم لا في حاجه زوينه ولا في حاجه خايبه، الله يخليكم اخوتي المغاربه، شكرا لكم بزاف بزاف. السبب اللي خلانا ما نحضروش في المناسبه في استقبال ديال خويا محسن وخصي سهام، صراحه كان عندنا واحد الغرض اللي هو مهم بزاف بزاف اللي هو انا وتيتيش الله يكملنا بالخير، دفعنا الفيزا دفعنا المتتبعين الكرام الفيزا باش نمشيو لاوروبا ان شاء الله يا ربي. ولقينا مشكل صعوبه في ريان ولدي، لان صراحه انا ما طبعوا لياش لا ريان ما يمكنليش نمشي، لان صراحه ما نقدرش نمشي بلا ريان، راكم عارفين المتتبعين ريان هو عينيا واش كنشوف، لقينا صعوبه بزاف في ريان ومازال ان شاء الله كنتجراو مع شي وريقات، ولهذا هذا هو السبب اللي خلينا ما نحضرش خويا محسن، ولكن راه كنا حضرنا في الواتساب شنا كل شيء في التليفون قبل ما يطرم الفيديو. كنقدم تحيه كبيره للعائله ديالي اللي ديما مسانداني وديما واقفه معايا وديما مأزراني، الله يخليكم عليا خوتي كاملين ولا الوالدين ديالي، شكرا لكم بزاف. شكرا لخويا عبد الرحيم اللي موقف في الديال الاوروبيه اللي مسكين هو السند ديالي في هاد المسائل وهذا الشيء اللي انا كنجري فيه انا وتيتيش، واقف معايا واحد الوقفه ما نعاودلكمش المتتبعين، وحتى خويا محسن والاخوان ديالي كاملين. والمهم كما قلت لكم المتتبعين كملنا المسائل ديالنا، لقينا صعوبه في ريان، ولكن ان شاء الله الامور غادي تكون ان شاء الله، كنتمنى ان شاء الله يكون خير من الله قدام. وبزاف ديال المتتبعين قال كاتيتيش واش شريتوا الدار في طنجه؟ دابا خصك كاتيتيش تجاوبيهم على الدار واش خدينا شي دار، لان المتتبعين صراحه نهار كنا جينا القنيطره ومشينا لديك البيرو ودرنا بزاف ديال الحوايج ما صرحناش ما قلناش شنو كاين، ومن حق المتتبعين يعرفوا. وانا الصراحه الله ما كنخبي عليهم حتى حاجه، وما يعني ما كنحاول اني بارطاجي معاهم كل شيء اللي كنديرو كنبارطاجي معاكم. وبصراحه الله يعني سمحوا لي اخوتي ما شفتش معاكم البارطمان اللي خدات خصكم تيتيش، البارطمان الواعره اللي ضب الفاس بصراحه شي حاجه سانكيتو شي حاجه كتحمق المتتبعين، يعني واخده خصكم تيتيش فراشه داخله عليها مجهزه عمري، وقتكم جيتي غير تخرجي جيبي لي المانيطا ديالها صراحه واش كتيقوا لي ولا كتيقوا لي انتم غتولفوا على الضحك ديالي. المهم المتتبعين دخلنا عليكم بالله، واش خصكم جيتي غدير شي حاجه وما تشاركهاش معكم؟ انا صبات لا شريتو جديد كيعجبني نشاركو معكم داكشي والله العظيم انا صبيت بيت انا فرحت بيه وعجبني كيعجبني نبارطاجيه معكم، فما بالك انا نشري بورطمان تكون واحد الفرحه قداش، وغيكون واحد الفيديو قدو قداش اصلا داكشي اللي كاين. ملي غنبدا الفيديو انا كنقول لكم قولوا لي مبروك قولوا لي مبروك قولوا لي مبروك. المهم ان شاء الله كنتمنى لجميع البنيتات ان شاء الله الله يحقق لهم الاحلام ديالهم ان شاء الله يا ربي. وانا وياسين واحد الكوب اللي هو طموح طموح بزاف، يعني كنطمحو نصير بحال يعني اي كوبل صحيح والله الا يعني بغينا نبداو حياتنا يعني نتسارى ونخرجوا يعني الديفولا، وانا وراجلي يعني ما نبقوش محروسين بواحد المحيط فهمتي، انا وياه من هذا النوع هذا هو كيعجبو يخرج وانا كذلك كنموت على الخروج والله يعني تلاقينا كمل علينا ربي والحمد لله ربي سخر لنا في داكشي اللي كنا غاديين عليه، ما كاين المتتبعين لا دار لا حتى شي حاجه، لا دار لا دوار، لا غرض اللي كنا مشينا عليه هو اننا تفينا ندفعوا الفيزا ديالنا ان شاء الله يا ربي، وقادينا الوريقات وقادينا شي مسائل، وهذا اللي هذا علاش حنا تعطلينا ما بقى لنا والو ان شاء الله تشوفونا في الدار مع العائله، لان الوالد والوالده ديما كيصونيو عليا والاخوان ديالي، دوكا حنا توحشناكم بزاف بزاف
والحمد لله اللي الغرض ديالنا تقضى. وشكرا لكم اخوتي المغاربه كاملين اللي صراحه نتوما ديما ديما صراحه كتسولوا علينا، ديما واقفين معنا، ديما مأزرين لنا بالكومونتيرات ديالكم. تبارك الله كي بالكومونتيرات ديالكم الزوينين، بلي لايك ديالكم الزوينين، ديما مشجعيننا، ديما عاطينا الطاقه الايجابيه، ديما يعني عندكم واحد الدور كبير انا متسدين والله العظيم. كنشكركم اخوتي كاملين 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 اخوتي المغاربه بصفه نهائيه والله العظيم. والله الا كنفرح حيت ملي كنبارطاجي شي فيديو بحال هكا مع المتتبعين كيعجبني، يا ريت كيكون كلشي كيطلع معايا في التليفون، نهضر معاهم، نضحك معاهم. والله القاسم والله الا يعني كتلقاي واحد الراحه النفسيه الحمد لله. وانا يعني كتعرفوني ما قدرتش ما بارطاجيش معكم شي حاجه، كنتكم صبرت جديد لا شريت نبارطاجي معكم، ما تخافوش انا كلشي كنبارطاجي معكم. ويعني كنتمنى يعني كل واحد يعني يحقق الاحلام ديالو كما قلت لكم. انا الزوج ديالي يعني عندنا واحد المخطط ان شاء الله اللي هو زاهر قدام ان شاء الله، يعني كنشوفوا راسنا باقي العمر قدامنا الحمد لله، عندنا وليد صغير باقي يعني باغينا نخرجوا، باقي بغينا نتسارى، وباقي بغينا نحققوا بزاف الحوايج. المهم الا بغيتي تعرفوا الصراحه قولها لي في الفيديو الجاي نقول لكم اللي في قلبي. والله المشاهدين تنبارطاجي معكم كلشي اللي هنا كلشي الديتاي. المهم ان شاء الله يا ربي غادي ان شاء الله تكون يعني واحد الرحله يعني انا والزوج ديالي عبر الهواء. والله الا كنتمنى داك النهار فوقاش يعني ان شاء الله يا ربي تشكون شي قريب عند الله سبحانه وتعالى تخرج لينا ان شاء الله غادي نخدم الياسين الراس كما كنتم نتمنى ان شاء الله ما يعكسوليش غير على ريان اللي هو صراحه لقيت صعوبه شويه، ونتمناو الخير ان شاء الله يا ربي القدام. ولهذا كنقولوا خويا محسن اختي سهام مبروك عليكم والحمد لله اللي وصلتوا على خير وبخير، وحنا جايين ان شاء الله يا ربي ما بقى تشوفونا في اقرب وقت معاهم، جايين ببلوها معاهم، حنا جايين ان شاء الله يا ربي وجايين جايبين لهم لي كادو معنا طاقه ايجابيه. وشكرا للمتابعين. طاح المتابعين التليفون معليش معليكش. المهم المتابعين هذا الفيديو غنخليوه على طبيعته الله يخير، الله يخليكم هكا ني مونتاج ني حتى حاجه والو تيتيش. المهم اليوم انا ابتسير ومع السلامه الى الفيديو المقبل. انا متابعين الكرام الله يخلي لي راجلي ويخليني ليه ويخليكم رجالاتكم، وما ديروش على بنادم وخدموا على مشروعكم يعني وديروا بنيو حياتكم من جديد، حاولوا انكم ديما تحيوا العلاقه الزوجيه ديالكم بصحه تيتيش. وهذا مادلين انا فاس ياسين هاك السيد، هو مسكين راه ما خدا والو غير خصكم رقاويه وصافي. شكرا انا تيتيش هاك السيد لا عندك تجيب باش ديرهاش قرعة الماء خطاك عليا تيتيش. تبارك الله فيك زوجة مثالية ومراتي وعزيزة عليا ولله خطايا عليا، وتزوجنا على اساس عن حب والحمد لله علاقتي بتيتيش علاقة قوية تبارك الله ومبنيه على اساس صحيح، والله يخليها ليا يا ربي والله يطول لي في العمر ديالها وهي تاج فوق راسي الا هي لا ولدي ريان، والله يرزقنا ان شاء الله بوليدات مستقبلا ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله وشكرا لكم. قولوا كاين جديد لا ما طول عليكم المتابعين بارك عليهم يا ربي. السلام عليكم حتى الفيديو ان شاء الله يا ربي لا يعجبكم هذا الفيديو ان شاء الله، كنتمنى يعني التعاليق كلها 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 تكون ايجابيه ان شاء الله يا ربي، وغتلاقوني بتعاليق ايجابيه المره الجايه غنجاوبكم عاوتاني كاين جديد. يلاه باي باي عليكم.